بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل سويا مقرر إدارة التغيير، محاضرة 17، مراحل التغيير والتطوير لنظام التعليم بالمملكة العربية السعودية. طبعا ده يعتبر نوع من التطبيق العملي على موضوع التغيير والتطوير، لأن التعليم يعتبر عنصر أساسي في عملية التنمية والتطوير والتغيير على مستوى الدول. فالمملكة العربية السعودية في خاصية، والتعليم أيضا له خاصية. الخاصية لأن للتعليم لأنه عنصر أساسي في بناء ثقافة الأمة، وعنصر أساسي في بناء الأجيال القادمة، وعنصر أساسي في توصيل المعارف وتغيير القناعات وإكساب المهارات. وبالتالي فإحنا التعليم والتطوير، حينما نتحدث مثلا عن اليابان وإبداع الشركات اليابانية، الإبداع ليس فقط داخل الشركة، الإبداع ليس فقط من الإدارة ومن العناصر التي يقوم بها المدير في عملية الإبداع في الأداء، وإنما أيضا بتكون من خلال الثقافة والموروث الثقافي الموجود لدى الشخص في اليابان كمثال. فبالتالي هي رافد من الروافد لعملية التنمية والتطوير والتعديل، وهي أيضا كذلك لها خصوصية في المملكة العربية السعودية وليس في التعليم فقط. فالمملكة هي المساحة الأوسع بالجزيرة العربية، المملكة بها قبلة المسلمين مكة المكرمة، وهي في حد ذاتها قبلة المسلمين وقلبهم النابض، وهي لغة القرآن المنزل على ترابها، هي لغة أهلها أيضا، هي اللغة العربية الفصحى. كل ذلك جعل نظامها التعليمي مبني على الكتاب والسنة، ولسانها حاميا للغة القرآن الكريم، وبالتالي اللغة العربية لها مكانة وتقدير في المملكة العربية السعودية. إذن لدينا خاصية وميزات أساسية فيما يخص التعليم بشكل عام، وفيما يخص المملكة العربية بشكل خاص، وفيما يتعلق باللغة العربية على وجه التحديد. إذن فالنظام التعليمي ليس بالأمر الهين، كما قلنا في تجربة مهاتير محمد في ماليزيا، لما قال إننا نحتاج إلى 10 سنوات لبناء منظومة تعليمية قوية. ليه 10 سنين تحديدا؟ حتى بعد ذلك اعتذر عن استكمال فترة يعني التجديد أو كذا، لأن لو بدأنا هذه الخطة لشخص في الصف السادس الابتدائي هنقدر بقيله 6 سنوات في المرحلة الثانوية و4 سنوات في المرحلة الجامعية. إذا هي هتشمل اللي بادئ من السادس الابتدائي مرحلة كاملة. الخامس الابتدائي لو استكمل، يعني كل طلاب المرحلة الابتدائية هيشوف التعليم المطور في ال10 سنوات اللي تحدث عنها في تجربة ماليزيا. طيب اللي كان في المتوسط أو الثانوي على الأقل هياخد نسبة من هذه السنوات، 4 سنوات أو 7 أو كذا. المهم في الموضوع أنه سيبني الجيل المستقبلي بشكل معين. هذه كانت تجربته التي كان يعرضها على العالم. إذا لدينا خاصية وميزة وسمة أساسية يجب مراعاتها فيما يخص التعليم، لدينا خاصية وميزة وسمة أساسية للمملكة العربية السعودية تختلف عن الغير، أيضا لدينا اختصاصية تضع اهتمام أساسي فيما يخص اللغة العربية ومراعاة الجوانب الدينية. التعليم في قبل العهد السعودي وقبل وجود النظام الحالي، النظام في
الملك المؤسس وغيره، كان نظام التعليم فيما قبل ذلك كان نظام ضيق جدا. فقبل توحيد المملكة العربية السعودية تقريبا كان معدوما عند قطاع كبير من سكان البادية، وكان نادر بين فئات الحضر، فصعوبة الحياة وشغف العيش كان في هذه الفترة التي تسبق وجود الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، إضافة للنزاعات والظروف السياسية والقبلية التي كانت موجودة قبل توحيد المملكة العربية السعودية. وبالتالي ما كانش في من يتولى موضوع التعليم، سواء رعاية مالية أو رعاية كافية. الذي يملك المال هو فقط من يستطيع التعليم، ويستطيع هذا التعليم بإمكانات متواضعة ومستوى متواضع. كل ما سبق كان طريق شاق ووقف عائق أمام الغالبية العظمى من السكان بالمملكة العربية السعودية قبل توحيدها، فكانت هناك محاولات لنشر التعليم لا بأس بها مقارنة بقلة الإمكانات آنذاك. فكان هناك الكتاتيب التي كانت يعني قليلة جدا لتعليم الأطفال القراءة والكتابة، مع التركيز بصفة خاصة على قراءة القرآن الكريم. هذه المرحلة كان أولياء الأمور هم اللي بيدفعوا أجور رمزية في أغلب الأحيان، وكان العلماء يبذلون ما في وسعهم لتعليم الآخرين في المساجد عادة دون مقابل مادي. إذا كان لدينا المساجد تثقيف أمور الفقه وكذا، في الغالب الكتاتيب تأخذ شكل مبسط من أشكال المدارس، ولكن النفقات كانت غالبا بتبقى من أولياء الأمور، كان بيبقى ليهم رؤية في إدارة هذه الأعمال، كان غالبا بتقوم على مفهوم الشيخ أو الشخصية الكبيرة اللي بتشرف على مجموعة من المدرسين في الكتاب، بتركز على اللغة العربية وعلى الرياضيات والحساب، وبالتأكيد تركيز كبير على القرآن الكريم قراءة وحفظا وفهما وبعض العلوم الشرعية. التعليم كان موجود قبل العهد السعودي القريب والبعيد، ويمكن اختصار مؤسساته في التي استعرضناها منذ قليل في المساجد، وأولها المسجد الحرام، وكان هناك دروس منتظمة بشكل معين. ولكن دروس المساجد كان أغلبها يركز على العلوم الشرعية، أغلبها يركز على القرآن وعلومه وعلى الحديث وفروع العلوم الشرعية المختلفة. الكتاتيب كما قلنا تركز على حفظ القرآن الكريم وقراءته بالتأكيد بشكل سليم، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب. المدارس اشتهرت هذه النوعية من المؤسسات في الحجاز أكثر من غيرها. المدارس العثمانية اللي كانت تابعة لفترة الخلافة العثمانية التي تم إعلان سقوطها رسميا سنة 1924. ما قبل 1924 هذه الفترات كانت بتضم أسماء لمدارس تحت اسم المدارس العثمانية. المدارس الهاشمية نسبة إلى بني هاشم ولها علاقة بهذه الفئة، وكانت بيكون ليها بعض المدارس الموجودة، والمدارس الأهلية التي ينشئها بعض القادرين ويحصل بعض الأموال لعلها نوع من أنواع الاستثمار. وكانت نتيجة هذه الظروف العامة كان بيحتاج أن يكون يعني كانت بتكون إدارتها إلى حد كبير أهلية. هذه الفترة ما كانت قبل العهد السعودي المدني الحديث المتعارف عليه، وقبل توحيد المملكة العربية السعودية. إذن هذه هي الحالة اللي بدأنا بيها. نيجي التعليم هنا كان بيتميز بثلاث أنماط. الأولى أو الأول من هذه الأنماط هو تعليم تقليدي موروث، وده تمثل في المساجد حلقات الدروس في الحرمين الشريفين، وهناك كان دروس عالية التخصص بالمناسبة في المدينة المنورة،
وهناك في المدينة المنورة كانت تسير بطريقة الأعمدة التي كانت موجودة في الأزهر الشريف أيضا سابقا. فكان العلماء لكل عالم من العلماء له أحد الأعمدة، هنا عمود خاص بدروس الفقه، وهنا عمود خاص بدروس الحديث ودروس القراءة والقراءات العشر وما إلى ذلك. وأيضا كان في المسجد الحرام بعض هذه الدروس، وإن كانت في المسجد الحرام بحكم التركيبة بتاعت المكان وحجم المكان في الغالب كانت بتميل إلى جدول الدروس الموحد، أو يعني هناك تنوع في الأيام أو في ساعات اليوم الواحد، لكن كان بيبقى فيه صعوبة إلى حد ما إن يكون في أكثر من درس في نفس الوقت كما هو الحال في المدينة المنورة بحكم توزيعتها أو شكلها. وبالمناسبة أيضا إن كان حجم المسجد النبوي الشريف وحجم المسجد الحرام كان يعني أقل من الوضع الحالي بكثير، يعني أقل من 5% من حجمه الحالي، ومع ذلك كان بيبقى فيه جدول للدروس على مستوى اليوم وعلى مستوى الأيام، بجانب التعليم في الكتاتيب أيضا. إذا هذا تعليم موروث تناقلناه عبر أجيال سابقة. هناك التعليم الحكومي، فيمكن أن يطلق عليه اسم التعليم النظامي الذي اتخذ اللسان التركي لغة له، لأن كان الخلافة العثمانية هي خلافة تركية، فكان التعليم يميل إلى اللغة التركية، وكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة. النمط الثالث هو تعليم تقليدي في جوهره، لكنه يحاول التجديد عن طريق إدخال بعض العلوم المتطورة في مناهجه وأساليبه، خاصة في بعض المدارس الأهلية. يبقى هناك في تعليم تقليدي في جوهره، مطور في طريقة الأداء والتنفيذ، وده كان بيميل إليه المدارس الأهلية اللي كانت موجودة بشكل أكثر في المنطقتين الشرقية والغربية من المملكة. وكما نعلم أن المناطق الساحلية بتكون أكثر المناطق قبولا للثقافات الخارجية وتعرضا للحضارات والثقافات الخارجية لارتباطها بالبحر. في السابق لم يكن هناك رحلات الطيران، فالانتقال عبر البحر هي الوسيلة اللي كانت بتنتقل عبر الثقافات الأخرى، المراكب والمواني، مواني الصيد وحتى الرحلات البحرية التي كانت تأخذ قسطا من الراحة للتموين والتزود بالحطب أو بالمأكولات أو بغيرها. فبالتالي بيكون أهل الساحل البحري هم أكثر الناس ارتباطا بالحضارات الأخرى، ولذلك كانت المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية فيها هذا النوع غير تقليدي. هو جوهره تقليدي ولكن في ظاهره بيأخذ نوع من التطور والتغيير. بصفة عامة يمكن تصنيف مراحل تطور نظام التعليم في المملكة العربية السعودية لخمس مراحل. يبقى احنا اتكلمنا الأول إن هو خد ثلاث أنماط رئيسية، النمط التقليدي والنمط الحكومي والنمط اللي كان بيغلب عليه الشكل التركي والنمط الأهلي اللي هو تقليدي في جوهره ومتطور في ظاهره. ولكن الآن هنتكلم عن خمسة مراحل مر بيها التعليم في المملكة العربية السعودية. المرحلة الأولى، ولعل دي كانت من 1319 إلى 1343 هجرية، دي مرحلة التأسيس العلمي، قد بدأت منذ أن استرد الملك عبد العزيز رحمه الله مدينة الرياض في عام 1319، وانتهت بضم الحجاز فيه إلى دولته سنة 1343. الفترة دي ركز على تعليم أبناء البادية أمور دينهم ودنياهم بإنشاء الهجر وبناء المساجد ونشر العلم في القرى الخاضعة لحكم. إذا كان هناك تركيز في الفترة دي على بناء المساجد وعلى نشر العلم من خلال أو في الأماكن التابعة لحكم التي تم ضمها على مستوى المملكة العربية السعودية التي بدأت بالرياض وانتهت بالحجاز. يبقى مرحلة التأسيس ووضع أسس ووضع الأعمدة الخرسانية لعملية التعليم التي سنرى فيما بعد إلى أي مدى وصلت من التقدم والازدهار. بدأ في فترة ما يمكن وصفها تحت الصفر اللي هو البادية
بها مميزات كبيرة، ولكن هناك أمور بسبب الحياة الصحراوية، بسبب التباعد، بسبب عدم تمهيد بعض الطرق، فكان في خلل في جوانب كثيرة من جوانب الحياة، البنية التحتية، شبكات الطرق، مستوى تعلم اللغة العربية كتابة تحديدا، ممكن تكون نطقا أو استماعا، ولكن كان هناك الشعر والمسابقات، ولكن الكتابة ومستوى تعلم الحساب بشكله العلمي السليم وما إلى ذلك، كل ذلك كان محتاج جهد كبير. لا يعني ذلك عدم مراعاته لوجود مؤسسات تعليمية، ولكن كان هذه الفترة كان فيها تحديات كبيرة لتوحيد البلاد والعباد تحت راية واحدة، فبالتالي هذا الجهد كان بيستنفذ العديد من الجهود والأموال والأوقات والتخصصات، ولم يكن هناك هيكل وشكل واضح للدولة يمكن من خلاله ان احنا ايضا كانت لسه المدن لم يتم توحيدها بعد، يعني بدأت من الرياض 1319 الى 1343، فخلال الفترة دي كيف ستجرى بعض المؤسسات التعليمية وينشأ بعض المؤسسات التعليمية وفي قرى ومدن لم يتم توحيدها بعد. اذا كان في الفترة دي عملية التوحيد السياسي وتوحيد البلاد بيغلب على هذه المرحلة، ثم سيتبعها فيما بعد موضوع المؤسسات التعليمية، لكنه كان مقبول أن يكون هناك الاعتماد على المساجد، شيء رائع أن هو يكون في حد ذاته المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام يؤدي أدوار عديدة، منها التعليم والتثقيف والمعالجات الاجتماعية والأمور، حتى لو في ظاهرة صحية أو طبية فممكن المسجد يخدم في هذه الجوانب، فلذلك كان مركز جدا على المساجد في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التأسيس اللي ما قبل ضم الحجاز في 1343، وبالتالي كانت هذه المرحلة هي الأساس الذي سيوضع فيها اللبنات لاستكمال البناء في عملية النهضة التعليمية، لو جينا رصدنا النهضة التعليمية. من أبرز ملامح هذه المرحلة نظر الملك عبد العزيز إلى الأولويات، ومع ذلك عدم إغفال جانب التعليم رغم كل الظروف. التعليم مهم لكن هناك أولوية في التوحيد، التوحيد مهم لكن لا يمكن إغفال عملية التعليم، فكان يمشي جنبا إلى جنب بين كل منهما. الأولويات تعليم اللغة الإنجليزية أولى أم تعليم اللغة العربية أم تعليم أمور الدين الأساسية في العبادات والفقه؟ فبالتالي كان بيكون تعلم أمور الدين الأساسية أمر مهم للغاية، تعلم الكتابة العربية أمر غاية في الأهمية، وبالتالي كان هناك موضوع الأولويات التوحيد، التوحيد وبناء كان شعار تأسيس المملكة العربية السعودية، توحيد هذه المدن وهذه القطع وتوحيدا لله عز وجل وبناء لهذه الدولة، هذه أولوية أولى. وفي نفس الوقت التعليم هو من ضمن أولى الأولويات الأساسية، التعليم داخله أولويات فرعية أيضا لها ترتيب، فتعلم أمور الدين الأساسية ليس تخريج فقهاء عالي التخصص لكل الناس، ممكن يكون لفئة معينة تصلح في تحمل العمليات التعليمية، ولكن الفقه الأساسي فروض العين كما نقول، الأمور التي لا يصح دين الشخص إلا بها، في تعلم أسس العبادة والتعاملات مع الناس وأسس البيع والشراء وبعض الأمور في الجوانب الفقهية الأساسية، ثم تعلم اللغة العربية قراءة وكتابة بشكل أساسي، واستنفذت جهد كبير جدا، بعض الدراسات ترصد أعداد ونسب عالية جدا كانت تجهل القراءة والكتابة في هذه الفترة. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية، وهذه المرحلة الثانية من 1344 بعد ضم الحجاز إلى الدولة الموحدة إلى 1373، ودي مرحلة الانطلاقة التعليمية. هذه المرحلة بدأت بإنشاء مديرية تحت اسم مديرية المعارف،
ودي أنشئت في غرة شهر رمضان 1344، وهي مرحلة حافلة بالعطاء والإنجازات والتجارب، وهذه التجارب الإصلاحية التي أجراها الملك عبد العزيز في مجال التربية والتعليم. هذه المرحلة التي نتحدث عنها كانت تضم مجموعة من الأعمال، منها نظام التعليم في المسجد الحرام كنظام وله هيكل وله شكل تصور جداول متخصصين، تأهيل المتخصصين، نوعية الدروس، موضوعاتها. إذن أصبح نظام تعليمي. اثنين، أيضا من ضمن تلك الأعمال إنشاء مديرية المعارف التي تحدثنا عنها وهيكلها ومن يكلف بها وفريق العمل وفروعها واختصاصاتها ومتابعتها وميزانيتها، كل ذلك أيضا كان في ضمن المرحلة الثانية اللي كانت في الفترة من 1344 إلى 1373، وبدأ يتم التركيز فيها على هذا الجانب. مرحلة الانطلاقة التعليمية الثانية التي نتحدث عنها، كان هناك مثلا المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة في عام 1345، فتم افتتاح المعهد العلمي السعودي في مكة بهدف إعداد وتدريب معلمي المرحلة الابتدائية، فهو أول مؤسسة تربوية حكومية فوق المرحلة الابتدائية. كان التركيز بالمناسبة على المرحلة الابتدائية كبير جدا، وبدأوا يعدوا جهة لإعداد مدرسي المرحلة الابتدائية، المعهد العلمي السعودي. ثم مدرسة تحضير البعثات في عام 1336، تم افتتاح مدرسة تحضير البعثات لإعداد خريجية للالتحاق بالجامعات. هذه المدرسة خرجت عدد من الطلاب الذين التحقوا بالجامعات الأجنبية ثم عادوا للمشاركة في تطوير التعليم بالمملكة. طبعا كان في البداية الالتحاق بالجامعات العربية أكثر من الجامعات الأجنبية. أيضا كلية الشريعة والمعلمين بمكة المكرمة، فأسهمت مديرية التعليم المعارف في صنع اللبنة الأولى للتعليم في المملكة العربية السعودية، لأن كان هذه الفترة ليست كالفترة التي تمر بها المملكة في هذه المرحلة، احنا بنتكلم عن المرحلة الثانية لازلنا. تم إنشاء كليتي الشريعة في عام 69 وكلية المعلمين بمكة المكرمة في عام 1372، بجانب مدرسة الأمراء بالرياض ومدرسة دار التوحيد بالطائف ومدارس البترول بالشرقية وغيرها. صدرت التعليمات الأساسية سنة 45 في مادتها 23 أول تعريف لأمور المعارف، حيث نصت المادة على أن أمور المعارف العمومية هي عبارة عن نشر العلوم والمعارف والصنايع وافتتاح المكاتب والمدارس وحماية المعاهد العلمية والاعتناء بأصول الدين الحنيف في كافة المملكة الحجازية. إذن بدأ يكون هناك بلورة لمفهوم المعارف، هتضم نشر العلوم والمعارف بكافة الوسائل المناسبة وكافة الوسائل المتاحة والممكنة مع ترتيب أولويات تلك العلوم، والصنايع المختلفة الأساسية النجارة، الحدادة، ما إلى ذلك، صناعات الزجاج إن أمكن، بعض الحرف التجارية لا يمنع أن يكون من داخلها بعض الحرف الأخرى المرتبطة
الزراعة وغيرها. افتتاح المكاتب والمدارس وحماية المعاهد العلمية والاعتناء حمايتها من الناحية الفكرية، والاعتناء بأصول الدين الحنيف في المملكة العربية السعودية من كافة في كافة مدن المملكة بعد ضم الحجاز في سنة 1343 وفقا للمراحل التي سبق التعرض ليها. يبقى هنا بدأ يبقى فيه صياغة للبنات أساسية وعناصر أساسية حول هذا الجانب. استدعاء الملك عبد العزيز رجال العلم من البلدان العربية للاستفادة من خبرتهم في نشر التعليم وتنظيمه وتحديثه. وكان في هذه المرحلة كان الاعتماد بشكل أساسي وكبير على التعليم وفقا لاتفاقات خاصة بين الملك عبد العزيز وجمهورية مصر العربية تحديدا، لأن كان التعليم في هذه المرحلة يمكن نسبة الاعتماد على معلمين من المملكة من جمهورية مصر العربية يفوق 90% أو 95%. يبقى استدعاء الملك المؤسس رجال العلم من البلدان العربية المختلفة خاصة من مصر للاستفادة من خبرتهم في نشر التعليم وتنظيمه وتحديثه. وقرار مجلس المعارف بالمناسبة حتى كان بيكون فيه استفادة من خبرات الدول الأخرى. كان أيضا بيكون فيه نسبة من السودان ونسبة من بعض البلدان في دول الشام، سواء من سوريا تحديدا، ممكن من فلسطين، ممكن من الأردن. بعض الميزات اللي أعطيت للوافدين من فلسطين لاعتبار الظروف السياسية غير المناسبة لديهم، فأعطوا بعض الميزات، فكانت بتساعد إلى حد ما في إن هم يستقروا في عملية التعليم. ولكن كان الأساس كما قلنا في هذه المرحلة، وبدأت في واستمرت في مراحل أخرى كبيرة بحكم إن في مصر يمكن تعداد السكان يقترب من دائما في كل مرحلة من المراحل بيكون يمثل يعني أكبر رقم على مستوى العالم العربي، أو أكبر دولة من حيث عربية من حيث تعداد السكان. هي تقترب أحيانا من ثلث سكان العالم العربي أو 30% من سكان العالم العربي بمفردها. فبالتالي كان بيبقى نسبة الوافدين منها بيكون عدد كبير. قرار مجلس المعارف عام 1347 بتحديد مراحل التعليم بأربع مراحل رئيسية: المرحلة التحضيرية اللي هي ما قبل الابتدائية، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية، والمرحلة العالية. المرحلة التحضيرية وفترة التحضير التي ربما يعني في مرحلة واحدة تكون سنة، مرحلة ابتدائية تكون 4 سنوات، مرحلة ثانوية كانت مثل الأزهر في مصر بيكون 4 سنوات وليس 3، المرحلة العالية ممكن تكون 3 سنوات. فكانت هناك فترة من التجهيز لذلك، ثم توحيد التعليم وجعله إلزاميا ومجانيا في المرحلة الابتدائية. يبقى اللي هيحرم أبنائه من التعليم في الفترة دي كان ممكن يكون فيه بعض الأمور اللي بيتعرض ليها من الدولة، لأنه بيحرم من حق من الحقوق واحتياج أساسي في الحياة، وفي نفس الوقت مجاني. كون إن هو إلزامي ليس عبئا على الناس لأنه كان مجاني. تعتبر أواخر هذه المرحلة بداية التعليم العالي في المملكة، حيث صدر أمر بإنشاء كلية الشريعة بمكة المكرمة 1369، وكلية المعلمين سنة 1372. والتعليم العالي يعني هيتخرج مستوى تعليم عالي يرتقي بالتعليم الابتدائي والمتوسط والأساسي والثانوي. الابتدائي والمتوسط والثانوي هيرتقي بتخريج دفعات من التعليم العالي، سواء كلية المعلمين أو كلية الشريعة. فهيخرج معلمين بمستوى عالي يساعدوا على تأهيل مستويات أقل بمستوى أفضل. ايضا هيساعد على تخريج دفعات يمكنها الاستكمال في الخارج للماجستير والدكتوراه مثلا، لتعود لقيادة
العملية التعليمية والمؤسسات التعليمية والعمل داخل وزارة التعليم. إذا فساعدت في محورين، محور في إن هي تخرج مستوى تعليم عالي يرتقي بالتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بشكل أفضل، وتخريج دفعات أيضا يمكنها الالتحاق في بعثات الدراسات العليا للعودة لقيادة العملية التربوية وقيادة العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية أو حتى في الوزارات المعنية بهذا الجانب. بعدها في نهاية المرحلة الثانية تعتبر بداية للمرحلة الثالثة اللي هي من 1373 إلى 1390، ويمكن أن نسميها بعد مرحلة التأسيس في الأولى ومرحلة الانطلاقة في الثانية مرحلة التوسع في التعليم ونشره ووضع الأسس التشريعية والفنية له. فقبل وفاة الملك المؤسس تقرر تشكيل عدد من الوزارات، كان إحداها وزارة المعارف، بدل مديرية المعارف أصبحت وزارة المعارف. فمرحلة التوسع بعد تأسيس البنية الأساسية ثم مرحلة الانطلاقة وتنظيم عملية التعليم في الحرمين وتنظيم عملية التعليم في في المساجد وتنظيم عملية التعليم في مديرية المعارف ثم تأسيس كلية للشريعة لتخريج علماء دين في العلوم الشرعية بتخصصاتها المختلفة وتخريج كلية المعلمين دفعات من المدرسين المحترفين الذين يعملون على دعم الحركة التعليمية في مرحلة الابتدائي والمتوسط والثانوي وفي الإشراف التربوي والعلمي على المدارس وأعضاء الهيئة التعليمية وفي قيادة العمليات التعليمية باحترافية وبعلم وفي الوفود إلى البعثات إلى البعثات في الدول العربية أو الدول الأجنبية للعودة مرة أخرى محملين بمجموعة من الخبرات والعلوم والمعارف التطبيقية التي تصلح للتوسع في التعليم ونشره ووضع الأسس التشريعية والفنية له. وكلمة التشريعية ليست بالكلمة السهلة، وضع الصياغات القانونية في الابتعاث والقبول والشروط والسنوات الالتحاق ومتطلبات الالتحاق بكل مرحلة تعليمية أمر ليس باليسير. صدر قرار توقيع الملك سعود يقضي بتولي صاحب السمو الملك الأمير فهد ابن عبد العزيز وزير للمعارف وزارة المعارف، وصدر مرسوم ملكي في 1380 بإنشاء الرئاسة العامة لتعليم البلد. في هذا التوقيت كوزير للمعارف له بصمات لا يمكن تجاهلها رحمة الله عليه الأمير فهد ابن عبد العزيز اللي تولى فيما بعد المملكة العربية السعودية كملك للبلاد، وكان له أثر كبير في نهضة التعليم، كان له بصمات كبيرة في هذا الموضوع، وكان في مرحلة من المراحل الفارقة في تاريخ المملكة العربية السعودية في الحركة التعليمية. صدر مرسوم أيضا بإنشاء رئاسة العامة لتعليم البنات للخصوصية التي قمنا عنها في البداية لأهمية التعليم وللخاصية بالمملكة العربية السعودية الثقافية البيئة العربية والبيئة المرتبطة ووثيقة الصلة بالبادية وارتباطها بالدين الإسلامي الحنيف. فكان هناك وفقا لهذه الثقافة والموروث الديني والقبلي والعرفي، فهناك من كافة الجوانب هناك خاصية للمرأة ومكان لها للمرأة، فكان لابد أن يكون في التخطيط أيضا يكون ينعكس هذه السمات والخصائص في تعليم المرأة بتخصيص رئاسة خاصة بتعليم البنات والإشراف على مدارس الطالبات. وكان في فصل في عملية الإشراف والإدارة والتخطيط بحيث يكون وزارة المعارف وهناك رئاسة عامة لتعليم البنات. بدأت وزارة المعارف تدعو إلى مؤتمر تعليمي لدراسة مشاكل التعليم واتخاذ الحلول لعام لها عام 77، والمؤتمرات تعتبر من أقوى الفعاليات التي تساعد على التطوير.
مؤتمر تعليمي لدراسة مشاكل التعليم واتخاذ الحلول لها عام 1377. هذا المؤتمر يعتبر خطوة من خطوات الانطلاق الموفقة في هذا الجانب. مؤتمر يعني أوراق علمية، يعني متخصصين يقدمون تلك الأوراق، يعني متخصصين آخرين يستمعون إلى تلك الأطروحات، يعني الخروج بورقة عمل. فهناك ما يعنيه المؤتمر بالكثير فيما يخص حركة التطوير والتنمية والتغيير. في نفس التوقيت أعلن ميلاد أول جامعة في المملكة العربية السعودية، وهي جامعة الملك سعود عام 1377، وتم إنشائها في الرياض. جامعة الملك سعود تعتبر ولازالت رمز من الرموز الكبيرة في التعليم بالمملكة العربية السعودية، ودورها الكبير في تخريج دفعات متخصصة تنتشر بالمملكة العربية السعودية، وفي قيادة العملية التعليمية، وفي النهضة التي قامت بالمملكة العربية السعودية بشكل عام، وفي النهضة التعليمية بشكل خاص. إذن يبقى دعوة وزارة المعارف إلى مؤتمر تعليمي لدراسة مشاكل التعليم واتخاذ الحلول وإنشاء جامعة الملك سعود. إنشاء اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة لكي تتولى مهمة الإشراف على التعليم في مختلف أنواعه ومراحله، ودراسة واعتماد سياسة التطوير التعليمية، وذلك عام 1300. وهنا بدأت تظهر فكرة المؤسسية، بدأت تظهر فكرة الإدارة الاحترافية. فهي مؤسسة، مؤسسية النجاح، لا تعتمد على شخص، إذا غاب الشخص يسقط العمل، دي شخصنة العمل، وإنما مؤسسية النجاح أن يكون فريق، وأن يكون المؤسسة، وأن لما يتغير الأشخاص لا ينهار العمل بل يتحسن. أيضا أن يكون هناك جمع للعقول والأفكار، أيضا أن يكون هناك احترافية في مزاولة العمل، أيضا استمرارية عملية المتابعة واحترافيتها في مختلف أنواعه ومراحله، ثم دراسة واعتماد سياسة التطوير التعليمية. هم دول هيدرسوا ويعتمدوا، مش هيبقى شخص ممثل في وزير التعليم أو فرد، وإنما يكون مجلس. فبدأ هذا المجلس يختار بعناية ويدير باحترافية ويتابع ويوثق احترافية ومؤسسية العمل والنجاح لمن بعدهم، فتستمر هنا ما يسمى بتأمين عملية الجودة ومؤسسية عملية الجودة. وهنا دي كانت بصمة من البصمات القوية التي تمت في هذه المرحلة، المرحلة الثالثة، مرحلة التوسع احتاجت لمثل هذه الأمور. مرحلة التوسع احتاجت أن يكون هناك من يحمي النجاحات التي تحققت، من يحافظ على استمراريتها لاحقا. هذه اللجنة العليا التي شكلتها وزارة المعارف سنة 1390 كانت لها مجموعة من الاختصاصات، منها رسم السياسة العامة للتعليم بالمملكة العربية السعودية بمختلف جهاتها ومناطقها. سهل جدا الكلام النظري ان انا اجلس اقول احنا عايزين ننشر التعليم، لكن ننشره فين؟ امكانياتنا المالية، امكانياتنا الكوادر التعليمية اللي عندنا من الداخل ومن الخارج، في اي القرى، في اي المدن، عدد تلك المؤسسات، ما هي الميزانيات، كيف نعالج الاشكاليات، هل نركز على التعليم الزراعي ام رعي الاغنام ام التعليم التعليم الاساسي ام على تجاري معاهد تجارية، يعني ما هي السياسات التي سترسم؟ فتحتاج الى مجهود وفكر. اقرار مشروعات الخطط التربوية في ضوء احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يبقى في تنمية، يعني في امكانات حالية وفي تنمية ممكن تحصل. اشتغل على الوضع الحالي ولا اشتغل على المتوقع انه يزيد، ولا اشتغل على الاثنين،
هو مع التنمية ممكن يبقى في تطوير في الموازنات وفي الميزانيات المقصودة. إقرار الخطط التربوية وأنظمتها العامة، يبقى أنا بعد ما رسمت السياسات وأقررت مشاريع وتتوافق مع معدلات النمو المتوقعة، أيضا إقرار الخطط التربوية وأنظمتها العامة، توزيع الخدمات التعليمية على جميع أنحاء المملكة. فهذه الخدمات التعليمية يجب أن توزع على جميع أنحاء المملكة في ضوء سياسة الدولة وخططها لتعميم التعليم على جميع المواطنين. احنا قلنا التعليم إلزامي ولجميع المواطنين، يبقى لازم يكون لجميع المواطنين. كان أيضا من بين تلك التخصصات التنسيق بين مراحل التعليم المختلفة والقطاعات التعليمية المتنوعة من الحصول على أكبر عائد ممكن من التعليم. كما هو معلوم إن بيكون أعداد الملتحقين بالمرحلة الابتدائية أعلى من المتوسطة، أعلى من الثانوية، أعلى من العليا، يكاد يكون ده في العالم كله. مفيش نسبة الكفاءة الكاملة اللي هو 100 دخلوا في الابتدائي يطلعوا 100 في الجامعة، ده كويس، ولكن مش هو ده اللي بيحصل في أغلب دول العالم. يعني بيبقى فيه ما يسمى التسبب من التعليم وفي أشياء أسباب أخرى. اتنين، صحيح نسب متفاوتة من مكان لآخر. اتنين، لطبيعة المملكة في الفترة اللي بنتكلم عنها دي كان فئة كبيرة بتدخل مرحلة ابتدائية، وبعدين بيكون في فرص، كان سوق العمل كم هائل من الفرص التعليمية في كافة خدمات الحكومة، وكان في مرحلة تأسيس المؤسسات الحكومية والقطاع الحكومي والقطاع العام. كان في الفترة دي هو القطاع الحكومي من يعملون في رئاسة تعليم البنات، من يعملون في وزارة المعارف، من يعملون في المدارس أعمال إدارية أو تدريسية، من يعملون في الجهات الحكومية المختلفة، القوات المسلحة، الداخلية، الجوازات، المطارات، احتياج في البنوك، في كل المؤسسات. وكان في احتياج للتنسيق، أعداد خريجين من هنا وتوقعات المراحل اللاحقة وما بعدها. إقرار ووضع سياسة تعليم الكبار ومحو الأمية المقترحة من قبل المؤسسات التربوية بالمملكة العربية السعودية، هتقر وتوضع تضع المؤسسات موضوع الخطط واعتمادها وإقرارها، وأيضا في موضوع الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات التربوية لتطوير الخطط والمناهج الدراسية بما يتفق مع أهدافها وأهداف المرحلة التعليمية المعنية والمجتمع السعودي بشكل عام. فإذا كل مرحلة كان بيبقى ليها أهداف، مرحلة ابتدائية، مرحلة متوسطة، مرحلة ثانوية، ثم الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ثم مرحلة التسرب لأغراض التعيين والتوظيف والسوق، ومرحلة ما بعدها وتأهيلها لمراحل أخرى. بدأت بعد ذلك في 1390 المرحلة الرابعة، والتي جاءت بعد مرحلة التأسيس المرحلة الأولى، ثم مرحلة الانطلاق المرحلة الثانية، ثم مرحلة التوسع في المرحلة الثالثة، لتبدأ المرحلة الرابعة التي يمكن تسميتها مرحلة التخطيط الشامل للتعليم وربطه بخطط التنمية الخمسية. هذه المرحلة تمثل بحق الانطلاقة التعليمية الشاملة وبداية النهضة المباركة. هذه المرحلة تمثل الدخول إلى مرحلة ما يسمى العالمية، مرحلة الدولة التي تنافس الدول الأخرى أو تدخل في مرحلة أعلى. تجاوزت الحد الأدنى من التخطيط، أصبح لدينا وزارة، وزارة المعارف، أصبح لدينا سياسات، لجنة سياسات تعليمية، أصبح لدينا مراحل تعليمية مختلفة، أصبح توجد جامعة وتوجد مراحل تعليمية مختلفة وكوادر تعليمية يتم تخريجها، أصبحت مهيئة لانطلاق التعليم الشامل وبداية النهضة. والنهضة ليست بتخريج دفعات، وإنما ما ستفعله تلك الدفعات التي تم تخريجها في المجتمع.
بدأ يبقى في بصمة جديدة خالص اللي هو موضوع الخطط الخمسية، 5 سنوات القادمة ايه خطتنا، ما الذي أنجزناه هذا العام، ما الذي يؤجل للعام التالي، ما الذي تأخرنا في إنجازه. هذا الفكر بدأ في المرحلة الرابعة ما بعد 1390 إلى 1423. استمرت هذه المرحلة ما يقرب من 33 سنة، فبدأت هنا عملية الخطط الخمسية، وبدأ يبقى في فكر شامل للنهضة التعليمية. كان لهذه المرحلة مجموعة من الملامح البارزة، أولها صدور وثيقة مهمة في عام 1390 هي وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. تم تنقيحها تطويرها وتعديلها في 1395، وهذه الوثيقة هي المرجع الأساس لنظام التعليم وأهدافه في المملكة العربية السعودية. فلما نيجي نشوف ونجد إن وثيقة يوضع فيها التفاصيل، يعني الانتقال إلى مرحلة تقنين وصياغة وتشريعات وقوانين العملية التعليمية. هذه الوثيقة جاءت لتؤكد أن السياسة التعليمية في المملكة تنبثق من تعاليم الإسلام الذي تدين به الأمة عقيدة وعبادة ونظاما متكاملا للحياة. ضمت 9 أبواب و226 بند. في 1390 بدأ يظهر، وتم اعتمادها في 1395، يعني تقريبا من حوالي ما يزيد عن 40 سنة بدأ يكون هناك في 9 أبواب تضم هذا الأمر، ومن 226 بند بدأ يكون هناك في صياغة دستور، تشريع، تقنين، لوائح في كافة الأمور، توظيف الهيئة التعليمية والمراحل التعليمية المختلفة وما إلى ذلك. من ملامح هذه المرحلة أيضا افتتاح إدارات التعليم بالمناطق، حتى أصبح لدينا 42 إدارة تعليمية على مستوى المملكة. وفي هذه المرحلة تم إنشاء وزارة التعليم العالي بالمناسبة، وتتبعها 8 جامعات. يبقى جامعات لم تعد جامعة الملك سعود، بل أصبح هناك جامعة الملك سعود وجامعة أم القرى وجامعة الملك فيصل، وأصبح هناك مجموعة من الجامعات، وجامعة الملك عبد العزيز، أصبح هناك مجموعة من الجامعات، 8 جامعات في هذه المرحلة. وتم إنشاء المؤسسة العامة، لم تصبح الرئاسة العامة لتعليم البنات، وإنما أصبحت مؤسسة عامة للتعليم، عفوا التعليم الفني والتدريب المهني. إحنا كان لدينا مؤسسة العامة لتعليم البنات، أصبح لدينا المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عام 1400. إدراك أهمية التعليم الفني والمهني أصبح حتمية أساسية في التعليم. شهدت هذه المرحلة ظهور المشروع الشامل لتطوير المناهج بالمملكة العربية السعودية في 1419، ولعلها كانت فترة حاسمة في تاريخ المملكة العربية السعودية. توالى ملوك المملكة العربية السعودية، وفي فترة الملك فهد أيضا كان هناك نهضة في عملية التعليم، لأنه كان سابقا هو وزير أول وزير المعارف، كان هو أحد الذين لهم البصمة الكبيرة في عملية التعليم، ثم تولى المملكة العربية السعودية كملك للبلاد، وكان له رؤية في نهضة الحرمين الشريفين بالشكل الذي نراه، لأنه كان أحد الأدوات معاه في وزارة التعليم في أداء من الأدوات التعليمية، وكذلك بالمدارس ورئاسة تعليم البنات والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والجامعات. هذه المرحلة كان ظهر المشروع الشامل في عملية النهضة.
ثم في المرحلة الخامسة التي بدأت تقريبا حسب ما بيقصدها البعض في 1423 بداية لمرحلة جديدة في التعليم السعودي، لأن في اليوم ده صدر أمر ملكي يقضي بدمج، والكلام ده تقريبا من حوالي 14 سنة تقريبا أو أقل قليلا، في دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات في وزارة المعارف، أصبحت جهة من الجهات التابعة لوزارة المعارف، أصبحت مرحلة جديدة في تاريخ التعليم السعودي. تم تغيير مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم في 1424 اللي هي بعد كده حديثا خلال هذا العام تم تسميتها وزارة التعليم فقط لتضم التعليم والتعليم العالي. تغيير المسمى يشير إلى تغيير توجه الوزارة تربية وتعليم نحو مزيد من الاهتمام بالبعد التربوي المتمثل في الاهتمام بالطالب ككل بالجوانب المعرفية والجوانب النفس حركية المهارية والجوانب الوجدانية، وأيضا توجه أن يكون في تعليم تربية وتعليم والتعليم العالي، وأن يدمج تعليم البنات كحاجة أساسية داخل وزارة التربية والتعليم اللي كانت سابقا وزارة المعارف، تم دمج المؤسسة العامة لتعليم البنات فيها و تم تحويلها الى وزاره التربيه والتعليم. وظلت المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني تابعه لوزاره العمل كجهه مستقله وليست تابعه للتربيه والتعليم، او كان هناك ايضا لدينا التعليم العالي. شهدت بدايه هذه المرحله ولاده مشروع الملك عبد الله ابن عبد العزيز في سنه لتطوير التعليم من 1426 الى 1436، هو مشروع تطوير التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، 10 سنوات لتطوير العملية التعليمية ومشروع عام لتطوير التعليم، تناول مشاريع أخرى فرعية كمشروع موهبة أو غيره من المشاريع أو مدارس احترافية، وكان إنشاء أيضا جامعة الملك عبد الله كأحد الصروح الكبرى في هذه المرحلة، وعملية التعليم بشكل عام بدأت تاخد شكل عالمي واحترافي كبير في على المستوى حتى الدولي. العوامل المؤثرة في نظام التعليم السعودي هنبدأ نتناولها، ولكن يجب ان احنا ندرك ان اقلية نادرة هي اللي كانت تحصل على التعليم قبل مرحلة توحيد المملكة العربية السعودية، مش عايزين نقول ان هي قد لا تزيد عن 5%، الان نسبة الامية تقترب من 5% فقط، وأصبح 95% على الأقل ليحظى بالتعليم في المملكة العربية السعودية، وتعليم كمان كم ونوع ومستوى التعليم العالي ومستوى الدرجات والاحترافية أصبح ليس بالأمر الهين. هناك عدة عوامل تؤثر في نظام التعليم السعودي، أهمها الدين الإسلامي على اعتبار المكانة التي للمملكة العربية السعودية من الدين الإسلامي بها الحرمين الشريفين، وتتجه إليها الأنظار كقبلة للعالم الإسلامي. اللغة العربية كلغة القرآن وهي أساسية أيضا في هذا الجانب. الوضع الاقتصادي لأن بها تقريبا 80% من الاحتياط العالمي للبترول، وإن كان هذا الجانب يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ألا يعتمد الاقتصاد على الجانب البترولي فقط. الموقع الجغرافي الوسط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، وأن تطل على الخليج العربي وعلى البحر الأحمر وعلى عدة قنوات قريبة من قناة السويس وقريبة من خليج عدن وقريبة من خليج العربي ومضيق باب المندب، وكل هذه الأمور تعطيها استراتيجية كبيرة. كثافة السكانية العالية تقترب الأعداد من 22 مليون ونسبة المواليد المرتفعة. خطط التنمية الشاملة التي تؤثر على خطط المملكة العربية السعودية في عملية التطوير والتنمية. إذن الدين الإسلامي، اللغة العربية، الوضع الاقتصادي والموقع الجغرافي والكثافة السكانية وخطط التنمية الشاملة. أيضا من الجهات المشرفة على نظام التعليم السعودي نجد وزارة التربية والتعليم. كان في الأول مديرية المعارف تحولت إلى وزارة المعارف ثم إلى وزارة التربية والتعليم،
بالإمكان أن نضيف إن بعد ذلك وزارة التعليم لتضم التربية والتعليم والتعليم العالي. ودي كانت مؤخرا في الفترة حتى في 2015 أو ما يمكن أن نقول 1436 تقريبا. يبقى إحنا أصبح لدينا الآن فكرة شاملة عن المراحل التي مر بها هذه الوزارة وتسويتها. الجهات المشرفة على نظام التعليم السعودي أيضا تشرف على البنين والبنات وفق هيكل تنظيمي محدد، لم تعد فقط قاصرة على تعليم البنين. تعليم المرأة أمر أساسي. بالمناسبة ما يقترب من 3/4 التعليم العالي بنجده من الطالبات. يعني أصبح نسبة الطالبات في التعليم العالي 3 أضعاف البنين. لعل من ضمن الأسباب أن البنين نسبة التسرب من بعض المراحل التعليمية يكون لأغراض الدراسة بجانب العمل لتسهيل عملية الزواج التي بتتطلب أن يكون ملتحق بعمل معين، فبيخرج أحيانا الذكور لأسباب غير متاحة عند الطالب. الجهات المشرفة أيضا على نظام التعليم السعودي، رئاسة العامة لتعليم البنات زي ما قلنا أن كانت في مرحلة من المراحل ولازالت موجودة، ولكنها انضمت إلى وزارة المعارف، ثم تم تسمية تلك الوزارة وزارة التربية والتعليم، وحاليا دمجت مع وزارة التعليم العالي وسميت وزارة التعليم. هذه الرئاسة أنشئت في 1380، استمرت حتى تم دمجها مع وزارة المعارف في 1423. فتعليم البنات له خاصية ولا زال له خاصية حتى بعد الدمج، ليس معناه أن نفس الشيء ونفس المعاملة موحدة، لا زال مدارس منفصلة، لا زال لا يوجد اختلاط في المدارس، ولا يوجد تعليم مختلط في القاعات الدراسية، حتى في الجامعات قاعات منفصلة للبنين قاعات منفصلة للبنات. فبنجد أن وزارة التعليم العالي التي أنشئت أيضا في سنة 1395 إلى أن تم دمجها في وزارة التعليم في 2015 أو 1436. مؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ودي أنشئت 1400 وهي تتبع وزارة العمل، فهي أيضا جهة من الجهات التي تشرف على العملية التعليمية. هناك جهات حكومية أخرى تشرف على بعض أنماط التعليم، منها وزارة الدفاع والطيران كتعليم الطيران وغيره، وبعض العسكريين، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وزارة الشؤون الاجتماعية. كل هذه جهات تدخل ضمن المؤسسات التي تشرف على بعض العمليات التعليمية. تم ضم جميع مؤسسات التعليم العام التي كانت تشرف عليها هذه الجهات إلى وزارة التربية والتعليم. بالشكل ده بنجد ان احنا عندنا في المملكة العربية السعودية مراحل نهضة كبيرة ضمت العديد من الشخصيات، ضمت العديد من التحديات. بدأت بمرحلة التأسيس ووضع البنية الأساسية، مرت بمرحلة الانطلاقة الأولى، ثم بعد ذلك كانت مرحلة أساسية في الخطط الخمسية، وضع الخطط الخمسية، ثم مرحلة لوضع الانطلاقة الشاملة، ثم مرحلة النهضة الحالية التي تحياها المملكة العربية السعودية. فهذه المرحلة التي عكست على سبيل المثال نسب الأمية من 95% إلى 5%، التي حولت من مجرد مخرجات للعملية التعليمية إلى مخرجات نوعية للعملية التعليمية المميزة، ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي للدول المجاورة وعلى المستوى الدولي أيضا. أصبحت هناك حركة التعليم هي حركة نهضوية تنموية فعلا، تساعد على نهضة الداخل وتصدر كمان إلى الخارج في
الخبرات ليس بالضرورة أن تكون خبرات تعليمية، لأن دي بيحكمها متوسطات أجور في الداخل والخارج، وإنما على سبيل المثال لما نجد أن بعض رجال الأعمال السعوديين له ما يقرب من 65 شركة في بعض الدول المحيطة، هذا نوع من التصدير لن يحدث ولم يحدث إلا بوجود نهضة ساعدت هذه الفئات من رجال الأعمال إلى أنه يصدر ما لديه من مشاريع واستثمارات وفتح بعض الفروع. أصبح لديها مؤسسات صناعية ضخمة، مؤسسات حتى بعضها أصبح على سبيل المثال بعض شركات السيارات فرعها هنا في المملكة هو أكبر فرع للسيارات في العالم، بعض شركات الألبان هو أكبر مصنع لمنتجات الألبان في العالم. فإذا أصبح هناك نهضة كصدى للنهضة التعليمية، عملت نهضة صناعية، نهضة تجارية، نهضة حضارية، تركيبة معينة، إنشاءات معينة، تركيبة ثقافية. بالتالي كل هذا لا يحدث في أي بلد من البلاد إلا وتبحث عن النهضة التعليمية كيف بدأت وإلى أي شيء وصلت. فالمملكة العربية السعودية من التجارب العالمية الناجحة في عملية النهضة التعليمية. كان اختيار موفق من رحمة الله عليه الملك عبد العزيز في التركيز على عملية التعليم، لأن بدون التعليم كل شيء قد يختفي، قد يزول. البعد السياسي، البعد الاجتماعي، البعد الصناعي، الاقتصادي، كل ذلك قد يصيب بعض الأزمات إذا لم يكن هناك نهضة تعليمية يعني قوية وأساسية ومرسخة بشكل جيد. بالشكل ده نكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة، ونلتقي إن شاء الله في محاضرة لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.